ورجعنا لكم مرة تانية بنستقبل ضيفنا الناقد الرياضي أحمد الهواري. مساء الخير يا أحمد. مساء الفل يا مها، ومبسوط إن أنا معاكم النهاردة في قناة الزمالك ومعاك. بشكرك جدا، منورنا يا رب. في البداية كده بقى عايزين نبدأ إيه بمباراة بكرة، مصر أمام السنغال نهائي كأس الأمم، شايف المباراة دي إزاي؟ طبعا هو حديث الساعة ماتش مصر والسنغال، وللأسف يعني احنا طريقنا كان صعب جدا في البطولة، لكن الحمد لله رجالة منتخبنا قدروا ان هم يعدوا كل عقبة وكل مطب قابلهم في البطولة. بداية من دور ال 16 قابلت كوتيفوار، المغرب في دور الثمانية، الكاميرون. انا شايف ان ماتش الكاميرون كان من اصعب الماتشات، او تقدر تقول اصعب ماتش في البطولة. من وجهة نظري كمان هو اصعب كمان من ماتش السنغال. انت بتواجه صاحب الارض والجمهور في ظروف كمان مش عادية، كنا بنشوف شكاوى كتير من ارضية الملعب، عندك اصابات كمان تعرضت لها اصابات كتير، خط الدفاع بالكامل بتاعك اتغير خلال البطولة. انت شفت حجازي اتصاب، اكرم توفيق الونش اتصاب وغاب، ابو الفتوح اتصاب وغاب في مباراتين، فانت ظروف ما كانتش هي افضل ظروف يعني. لكن الحمد لله قدرت ان انت كل مباراه توصل للي انت عايزه. انا كنت شايف ان دايما كيروش كان بيبقى عنده مبدا ثابت، ان انت لو ما سجلتش ما تستقبلش، ولو استقبلت تقدر تعوض بدري، وده اللي حصل شفناه في ماتش المغرب. قدرت ان انت في بدايه الشوط الثاني تسجل بدري وتقدر تحافظ على التعادل عشان ما تستقبلش هدف في وقت متأخر، فيبقى عندك حتى فرصة ان انت تطلع الأشواط الإضافية وتقدر تحقق الفوز، وده اللي حصل في الثلاث مباريات. فان شاء الله بإذن الله نقدر ان احنا قدام السنغال نتجنب كمان فكرة ان انت تستقبل هدف وتحاول ان انت اللي تسجل بدري وان انت اللي تباغتهم في مباراة بكرة، لان طبعا ده النهائي. السنغال لم تتوج باللقب من قبل، الثلاثة نهائي ولا نهائي قدرت ان هي تفوز باللقب، اخرهم طبعا النسخة الماضية 2019. فانت الحظوظ اكيد متساوية، لكن اكيد مباراة صعبة، فان شاء الله باذن الله نقدر ان احنا بكرة نتوج باللقب الثامن. احمد، انت قلت ان مباراة السنغال مش اصعب من المباريات اللي فاتت، احنا شفنا طبعا توالي التحكيم من مباراة المغرب ثم الكاميرون وبكاري جسامة، حكم مباراة السنغال هيكون فيكتور جوميز، شايف ان هو في قلق منه ولا هيبقى الطف كتير من اللي فات كله؟ بصي، مفيش حد يتقارن بكاري جسامة خالص يعني. انا كنت في الكاميرون حضرت ماتش المغرب، كنت متواجد في الملعب، لا الحكم كان من أسوأ الحكام اللي موجودين، وما شاء الله الماتش اللي بعده بكاري جسامة كان أسوأ منه يعني. انت بتصعد للدور اللي بعده وتلعب ماتش الحكم بيبقى أسوأ بكتير، لكن في مباراة بكرة انت عندك فيكتور جوميز، حكم من أفضل الحكام اللي موجودين في قارة أفريقيا. كمان ما بتواجهش صاحب الأرض، دايما كنا الحكام شوية عندهم في حكام القارة الأفريقية عندهم شويه ميل لصاحب الارض، وده اللي شفناه في ماتش الكاميرون. لكن بكره فيكتور جوميز واحد من الحكام اللي دايما بيكون بيقدم مباريات كبيره جدا، من الحكام المميزين، حكام الصفوه في افريقيا، فان شاء الله يقدر بكره يخرج بالمباراه اللي بره الامان. وانا يعني من وجهه نظري مش هيبقى في أسوأ من الحكم بتاع ماتش الكاميرون بكاري جسامة، مفيش أسوأ منه، فتحكيميا لا الموضوع مش مقلق خالص. طيب لو جينا بقى نتكلم عن مواجهة مصر والسنغال، ناس كتير تقول ان هي مواجهة محمد صلاح وساديو ماني، انت شايف المواجهة دي ازاي ما بين صلاح وساديو ماني؟ بصي، صعوبة ماتش بكرة فاينل افريقيا طبعا صعوبته في حاجتين، صعوبته في ان انت بتلعب منتخب وصل ثلاثة فاينل ما خدش البطولة، فهو بيسعى للتتويج بأول لقب ليه، وصعوبته في ان انت منافسة خاصة ما بين محمد صلاح وما بين ساديو ماني، الاثنين عندهم هدف التتويج بأول لقب ليهم. محمد صلاح رغم إنجازاته مع ليفربول لكن ما قدرش ان هو يتوج باللقب القاري مع منتخب مصر، نفس الامر لساديو ماني، مش كده وبس، لا ده هو اصلا منتخب بلاده ما توجش اصلا باللقب قبل كده. فهي المباراه صعبه من الجزئيه دي، ان انت عندك النجم الاول للمنتخب الوطني والنجم الاول للسنغال، الاثنين المنافسه بينهم خاصه، مش فكره بقى ان كمان بين مصر والسنغال، لا ده كل واحد فيهم حابب ان هو يكون هو اول من يعني او يقدر هو ياخد كاس الامم الافريقيه، لان طبعا هتكون فرقه معاه جدا في مشواره، هتكون فرقه في ترشيحه لكل الجوائز، سواء ذا بيست فرانس فوتبول كل الجوائز. فهي مباراه خاصه اكيد ما بين ساديو ماني وما بين محمد صلاح، لكن ان شاء الله باذن الله كل متفائلين ان منتخب مصر يقدر يقدم بقى اخر عرض قوي ليه في البطوله، وان شاء الله محمد صلاح يكون بكره رافع كاس افريقيا يا رب ان شاء الله. بمناسبه الكلام عن محمد صلاح، شايف محمد صلاح مؤثر قد ايه داخل المنتخب مع زمايله؟
خليني اكلمك عن محمد صلاح. ودايما انا شايف محمد صلاح بيبقى معرض للنقد. ليه؟ الناس عايزه محمد صلاح يسجل كل ماتش، لكن محمد وعايز صلاح يسجل كل الاهداف. بالظبط، ومش جون واحد، لا يعني عايزين يشوفوا محمد صلاح على طول جون اتنين تلاته هاتريك. مش مطلوب دايما من محمد صلاح انه يسجل. محمد صلاح بيقدر ان هو لو ما سجلش يمنحك اكتر من فرصه للتسجيل. محمد صلاح اكتر لاعب في كاس امم افريقيا بالتساوي مع فينسنت ابو بكر مهاجم الكاميرون من نسخه 2017 لحد 2021، هو اكتر لاعب صنع فرص. فهو محمد صلاح لو ما سجلش بيقدر ان هو يخدم على زمايله، بيقدر ان هو يساهم في اهداف. احنا شفناه في ماتش المغرب، سجل جون، لكن كان واحد من اهم اللعيبه وتوج بمان اوف ذا ماتش. فانت دايما محمد صلاح مطلوب منه انه يسجل، لكن انت بتتكلم ان محمد صلاح شفنا بعض الصور بعد مباراه الكاميرون، اربع او خمس لعيبه بيمسكوا محمد صلاح وكل ماتش على كده. فهو مش سوبر هيرو، هو افضل لاعب في العالم لكن مش سوبر هيرو. انت محمد صلاح مع ليفربول بيمسكوا لعيب، في ماني، في فيرمينيو، جوتا، اكتر من لعيب، فبتبقى الرقابه مش على لعيب بعينه. لكن مع منتخب مصر الرقابه على لعيب بعينه، الكل مركز مع محمد صلاح، هو مفتاح لعب منتخب مصر، فالكل مركز معاه. عشان كده دايما محمد صلاح ما بيظهرش هو بالشكل المعهود او بالمستوى اللي الناس مستنيه تشوفه. انا اقصد كمان دور محمد صلاح مش بس داخل ارض الملعب، انا اقصد كمان معنويا بينه وبين زمايله. يعني احنا بنشوفه بيهدي اللعيبه، بيتصرف ما بين الشوطين، بيروح يتصرف مثلا يوم ماتش الكاميرون راح لبكاري جسامه وابتدى ان هو يعترض على قراراته. ده اللي اقصده، الدور المعنوي ودور القائد اللي بيقوم بيه محمد صلاح. بصي، مش بس داخل ارض الملعب. محمد صلاح كان ليه لقطتين في ماتش الكاميرون. لقطه طبعا الاولى اللي انت ذكرتيها، وهي الكلام مع بكاري جسامه وان هو راح واتكلم معاه وده دوره ككابتن منتخب مصر. اللقطه الثانيه شفناها قبل ركلات الترجيح، واقف بيتكلم مع اللعيبه وبيوجههم وبيقول لهم هنعمل ايه وبيديهم نصايح وتعليمات في غياب طبعا كارلوس كيروش لما اطرد. وده اللي كمان اتكلم عليه المدير الفني لليفربول، واتكلم فيه وقال ان ده الاستفاده اللي احنا مستفيدينها من بطوله افريقيا والخبرات اللي بتتنقل لمحمد صلاح، ان بنشوف الجانب القيادي لمحمد صلاح. اما يطلع يورجن كلوب يتكلم ويقول عن محمد صلاح ان انا يعني عاجبني السمات القياديه اللي بتظهر مع محمد صلاح، فهو اكيد طبعا محمد صلاح دوره بره الملعب ما يقلش خالص عن دوره في الملعب. كابتن منتخب مصر حاليا، خبرات كبيره، شفنا تصريحاته فرقت كتير، الناس انتقدت لما طلع قال لك ان الجماهير بقت تشجع الانديه اكتر ما بتشجع المنتخب. تصريحاته فرقت بشكل كبير، لم تاني جمهور الكره المصريه على تشجيع منتخب مصر. الناس تناست فكره ان انا لا اصل ما خدش فلان، اصل مش عارفه ايه، اصلا بصي الناس تناست بالاداء الكويس. يعني الاداء كويس نساك كل حاجه، اكيد طبعا خليك مبسوط بس باداء. بس خليني اقول لك حاجه في النقطه دي، احنا كمان ما كناش مدين فرصه شويه ان المنتخب حتى يلعب كويس. يعني على طول نقد 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 نقد، فما اديناش فرصه. لما الاداء ظهر واللعيبه ادت، خلاص ما بقاش عندك حتى وش ان انت تطلع تنتقد، لان المنتخب بيأدي المطلوب منه اكتر. طيب عايزين نروح لكروش، وانت عارف ان هو مش هيكون موجود المباراه اللي جايه، ده ممكن ياثر ازاي على المنتخب؟ بصي، طبعا يعني علامات استفهام كتير بصراحه على بدايه من تعيين بكري جسامه، اسلوبه، طريقته، التعنت اللي كان فيه. كروش كمان ذكر ان هو قبل المباراه بكري جسامه دخل اوضه اللبس المنتخب مصر. فانت ليه بتوتر اللعيبه من بدايه المباراه؟ يعني انت نازل، احنا شفنا خلال اول 45 دقيقه كل انواع الضرب تعرض ليه لعيبه منتخب مصر. ما شفناش انذار، اول انذار لعيبه الكاميرون بعد 60 دقيقه. فده مش طبيعي. يعني اللي كان بيحصل هو ما فيش كره مؤثره، يعني هو ما حسبش عليك مثلا ضربه جزاء فيها شك، ما حسبش جون في شك، لا، لكن هو يعني كان بيحاول يستفز لعيبه المنتخب. نفس الامر مع كارلوس كيروش، في خمس دقائق انذار في انذار طرد بدون مبرر. يعني معلش، اللقطه اللي كارلوس كيروش بيعترض فيها وبيبص للسماء، انت ليه رايح له وليه بتدي له انذار؟ يعني هو لا تلفظ
ولا مثلا راح اتهجم على الحكم الرابع ولا اي وهو حاجه. لما طرده اصلا كان رمضان صبحي بيتخانق مع اللعيب، سابهم هما الاثنين وراح طرده هو. ما انا بقول لك هو وبرده ادى انذار للكابتن وائل جمعه، وشفنا العقوبات التحذير للكابتن وائل جمعه، فانا شايف ان كان في تحفز شويه، لكن ان شاء الله خلاص صفحه واتقفلت. ان شاء الله مش المنتخب مش هيتاثر خالص بغياب كارلوس كيروش عن المواجهه، لان دايما بيبقى في تواصل من المدير الفني وبره في المدرجات مع الجهاز تحت، والجهاز كله ما شاء الله خبرات كبيره جدا، كابتن ضياء كابتن وائل جمعه شوقي الحضري، خبرات كبيره يقدروا ان هم يتغاضوا او يتجاوزوا ازمه غياب كيروش عن قياده المنتخب بكره من ارض الملعب. يا رب ان شاء الله يقدر يتجاوز الطلب. عايزين بقى نروح لي، عندنا شويه غيابات، اولهم احمد حجازي، مين ممكن يعوض حجازي؟ هو الحمد لله زي ما شفنا في الماتش اللي فات، ثنائيه محمد عبد المنعم والونش يعني قاموا بدور دفاعي من اروع يعني الادوار الدفاعيه اللي انا شفتها بصراحه. الثنائيه كمان فكره ان انت تغير في وقت قصير وفي بطوله مهمه زي دي قلب الدفاع، واتنين واول مره يلعبوا مع بعض الونش وعبد المنعم، فطبعا هي ازمه كبيره، لكن الحمد لله كان واضح الانسجام جدا بين الثنائي، قدروا الاتنين ان هم يكونوا متفاهمين مع بعض، كانوا بيتنافسوا هما الاثنين على مين افضل من الثاني، فالحمد لله انت مش قلقان من الحته دي. كنا نتمنى وجود حجازي لسبب واحد وهو غياب عمر كمال، فانت كنت تقدر يبقى عندك محمد عبد المنعم يدخل كباك رايت زي ما حصلت قبل كده، لكن الحمد لله خلاص قدر الله ما شاء فعل. اللي بينزل ودي ميزه مهمه جدا تحسب للجهاز الفني، ان لما اللعيب عندك بيغيب البديل بيكون على نفس القدر ونفس الكفاءه، وده شغل جهاز فني، فان شاء الله بكره اكيد هيكون محمد عبد المنعم والونش هم قلبين الدفاع. طيب عايزين نروح لمنطقه الباك اليمين بعد غياب اكرم وعمر، مين البديل المناسب؟ احنا عرفنا يعني ان في يعني تجهيز لامام عاشور. بص هي طبعا بدايه من مباراه الكاميرون ولقطه تغيير امام عاشور كان واضح جدا ان خلاص كارلوس كيروش فكر ان هو يكون موجود امام عاشور كظهير ايمن. الاثنين اللي موجودين طبعا محمد عبد المنعم هيكون صعب ان الراجل يطلع قلب الدفاع ويدخله، لان ما عندكش محمود علاء شارك شويه قدام المغرب، لكن هيكون صعب ان هو يعمل تغيير في قلب الدفاع. عندك امام عاشور وعندك احمد سيد زيزو. امام عاشور معلومه برضو يعني ممكن الناس ما تكونش عندها المعلومه دي بشكل كبير، ان هو اصلا مركزه الاساسي مع بدايته في كرة القدم هو ظهير أيمن، ولعب المكان ده كتير جدا سواء في حرس الحدود سواء في غزل المحلة، فهو ده مكانه مش بعيد عنه، لكن اللاعب بيتسم شوية يعني طباع لعبه هجومية شوية، فهيكون في لعيبة تانية ليها أدوار سواء محمد عبد المنعم من خط النص، النني ان هو يقفل شويه مع امام عاشور لو هو اللي هيلعب، لكن انا لو بتساليني عن وجهه نظري اتمنى ان يكون احمد سيد زيزو هو اللي يلعب بكره ظهير ايمن، لكن الرؤيه هو طبعا التمرين شغال حاليا، الرؤيه ان هو هيكون امام عاشور. بس انت مع ان زيزو يبدا من بدايه المباراه وما ينزلش في الشوط الثاني او في نهايات الشوط الثاني؟ بصي انا اتمنى ان يعني لو زيزو هنوصل لاشواط اضافيه يكون فعلا يبدا بدري، او يكون حتى في الشوط الثاني بدري شويه. زيزو من اللعيبه المهمه جدا 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 في منتخب مصر، ادواره الهجوميه بتكون مهمه للمنتخب، خاصه ان انت بتتعرض لمواقف كتير في البطوله، ان انت محمد صلاح بيكون الرقابه عليه يعني مش طبيعيه، فانت بتفتقد للقدرات الهجوميه لمحمد صلاح بشكل كبير، فانت محتاج ان انت لعيب يكون مميز. اكتر لعيب مميز ظهر معاك بشكل هجومي هو احمد سيد زيزو. احمد سيد زيزو مش عايز ان يكون بس في هو ضربه الجزاء انا بنزله يسدد ضربه الجزاء وشكرا، لا بالعكس، في كاس العرب احمد سيد زيزو كان من نجوم الشباك في منتخب مصر، في كاس الامم الافريقيه لازم تديله دور شويه. ماتش بكره محتاج ان انت لو الماتش لا قدر الله في الشوط الثاني متقفل لسه عندك احمد سيد زيزو لازم تديله وقت اكبر بكتير عن الماتشات اللي فاتت. تمام، خلونا دلوقتي نطلع فاصل قصير ونرجع ونستكمل حوارنا مع الناقد الرياضي احمد الهواري. ورجعنا لكم مره ثانيه ولسه مكملين كلامنا مع الناقد الرياضي احمد الهواري. في نجم كده بقى من نجوم السنغال طبعا ساديو ماني، عايزين نعرف بقى ازاي ممكن نقفل اللعب تماما على ساديو ماني.
بص انت حظك السيء ان انت غياباتك في الظهير الايمن جت مع مواجهه منتخب السنغال وساديو ماني، لان الباك رايت بتاعك هيكون اللي بيلعب عليه ساديو ماني، فهو طبعا في صعوبه. عشان كده بقول لك انا كنت افضل ان احمد سيد زيزو هو اللي يكون موجود، لانه دفاعيا، او طبعا كان يبقى محمد عبد المنعم، لكن اعتقد ان هو كيروش صعب ان هو يضحي بمحمد عبد المنعم، فاتمنى ان هو يكون احمد سيد زيزو، لان فعلا انت محتاج تقفل كويس جدا على ساديو ماني، لان جبهه من اخطر جبهات منتخب السنغال. عشان كده قبل الفصل كنت بقول لك ان هيكون في احد لاعبي منتخب مصر هيكون له دور كبير جدا مع الباك رايت، مش هيكون اللاعب اللي هيبدا كباك رايت سواء امام عاشور او ايا كان، مش هيكون هو اللي لوحده في الباك رايت، هيكون في لعيب موجود بيغطي وراه تحسبا لانطلاقات ساديو ماني، لان طبعا هي محور لعب منتخب مصر هيكون محمد صلاح، محور لعب منتخب السنغال هيكون ساديو ماني. فانت هيكون في تعليمات خاصه لقلبين الدفاع وكمان الباك رايت وخط النص، ان دايما يكون في التغطيه مع امام عاشور عشان ساديو ماني. فان شاء الله باذن الله لو قدرنا ان احنا بكره نقفل كويس، ومنتخب مصر من المنتخبات اللي هو منتخب السنغال اكتر منتخبات حافظت على نظافه الشباك في البطوله 4 ماتشات، فانت ان شاء الله بكره تقدر تقدم مباراه دفاعيه كبيره جدا، تقفل على ساديو ماني، توصل لبره الامان وتسجل بدري، تقدر ان انت في التسعين تخلص الماتش بسهوله جدا وما توصلش لاشواط اضافيه ان شاء الله. اعتقد الحفاظ على الشباك دي من يعني نقاط القوه لمنتخب السنغال، بس من وجهه نظرك ايه هي بقى نقاط القوه وايه نقاط الضعف كمان اللي احنا ممكن نلعب عليها في منتخب السنغال؟ بصي منتخب السنغال انا شايفه من افضل واقوى منتخبات في افريقيا، ما ظهرش في البطوله بالشكل اللي هو كنا متوقعينه منه، لكن انا شايف ان هو نظرا لان كل المواجهات كانت بالنسبه لهم مواجهات في المتناول، مواجهات سهله، ما كانش في مواجهات صعبه على عكس منتخب مصر، فما ظهرش بالقوه المعهوده، لكن هي نقطه مهمه جدا ان انت لازم تاخد بالك منها، وبكره الجهاز الفني يكون واخد باله منها، وهي ان 5 تجوان من التسعه اللي سجلهم منتخب السنغال سجلهم في اخر ربع ساعه، من الدقيقه 75 للدقيقه 90، فانت اخر ربع ساعه دي لازم يكون في تركيز جدا 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 من اللعيبه لخطوره منتخب السنغال، لان انت اكتر من نص اهدافهم مسجلينها في اخر ربع ساعه، فلازم يكون في تركيز. طبعا التركيز مطلوب ال 90 دقيقه كلها، لكن في اكتر وقت هم بيسجلوا فيه اللي هو الدقيقه الاخيره من المباراه. ده ممكن يخلي كروش يلجأ للمفاجآت شويه، ولا هتبقى هي نفس تغييراته وهو هو نفس التشكيل؟ بكره صعب، فاينل افريقيا، هو كمان من سمات كيروش في البطوله دي تحديدا ان هو ما بيغيرش كتير. الناس كلها كانت بتشوف بن طالب مش عارفه، انا لا نزل تريزيجيه مكان مرموش، لا مصطفى محمد ما يبداش، لا مش عارفه ايه، لا الراجل مستقر على عناصر معينه، بيغير في اضيق الحدود نظرا للاصابات، فانا ما اعتقدش ان بكره هيكون في تغييرات او في مفاجات في التشكيل او لا ما اعتقدش هيكون في صعوبه في القصه دي. انت بتلعب فاينل افريقيا، في انسجام شفناه في الماتشات اللي فاتت كلها بطريقه اللعب، بطريقه لعب معينه، فاعتقد ان انت بكره منتخب تشكيله هيخلو من المفاجات. السنغال بكره هتلعب بحذر ولا هتضغط بشكل كبير؟ المنتخبين هيبداوا بحذر، احنا شفنا كل الماتشات سواء دور ال 16، دور الثمانية، دور الاربعه، المنتخبات كلها كانت بتبدا بحذر وبعدين بتخش الجيم، لان انت طبعا بتبقى خايف ان تتلقى هدف بدري، مش هيكون في منتخب من منتخبين بيبادر بالهجوم من اول دقيقه، لا صعب. انا شايف ان الاثنين هتبقى مرحله اول 10 دقائق ربع ساعه تبقى مرحله جس النبض لحد ما المنتخبين يبداوا يخشوا الجيم ويبداوا نبدا نشوف كره حقيقيه في الماتش. طيب احنا لعبنا الثلاث مباريات اللي فاتوا 120 دقيقه، لو ده حصل بكره تاني رابع، ده هيأثر على منتخبنا، خاصة ان انا اعتقد ان ده ممكن يكون مؤثر شوية علينا بدنيا. بصي احنا كل الظروف في البطولة دي كانت ضدنا، اصابات، تحكيم تحكيم، بتلعب دور 16، دور 8، دور الاربعة 120 دقيقة، فانت كل الظروف ضدك. النهائي انت اللي واخد فترة راحة اقل، منتخب السنغال واخد يوم زيادة، كان في اعتقد مطالبة بان يكون في يوم زيادة، لكن طبعا هيبقى بالظبط صعب جدا لان البطولة متحدد معادها وخلاص الماتش بكره، فانت كل الظروف ضدك، لكن الحمد لله بداية من دور 16، دور 8، دور الاربعة بنشوف ماتش عن الماتش، بنتجاوز ده، بنتفادى ده، بنشوف ان اللعيبة بتقدر لحد اخر دقيقة واقفة على حيلها، قادرة ان هي تسد بلغة الكورة، فان شاء الله اتمنى ان بكره ما نوصلش ل 120 دقيقه، كفايه بصراحه اللعيبه انهكت بدنيا، فانت تحاول عشان كده خلال ال 90 تخلص وتبدا
تسجل بدري، لازم تباغت انت منتخب السنغال وتسجل بدري عشان تقدر انت اللي تسيطر على احداث المباراه وتحاول ان انت تخلص الماتش في التسعين. طيب من وجهه نظرك يا احمد، ايه التشكيل المناسب للمباراه بكره مع طبعا الاخذ في الاعتبار لكل نجوم السنغال؟ بصي اعتقد ان مفيش مفاجات زي ما قلت لك، بنتكلم طبعا بنجم المنتخب ويعني واحد من افضل اللعيبه في الماتشات اللي فاتت محمد ابو جبل هيكون متواجد كحارس للمنتخب. من الشمال موجود احمد ابو الفتوح زي ما هو، قلبين الدفاع هيكون الونش موجود مع محمد عبد المنعم. هي الجبهه اليمنى اللي شويه هتبقى شويه فيها تفكير، طب ممكن العب محمد عبد المنعم مثلا وادخل محمود علاء جنب الونش، اعتقد يعني الفرص قليله ان ممكن يعمل كده. هيكون موجود امام عاشور. خط النص هيكون هو زي ما هو، زي ما بدا في المباراه اللي فاتت قدام الكاميرون، زي ما احنا موجود السوليه وهو خلاص تاكد جاهزيه السوليه. هو التغيير لما اتغير في مباراه الكاميرون منه الشوطين كان مجرد اجهاد، والسوليه جاهز خلاص بنسبه 100% ان هو كان يكون موجود، فهيكون موجود السوليه النني وحمدي فتحي ومرموش صلاح مصطفى محمد. مرموش مش تريزيجيه بنسبه من وجهه كبيره نظرك؟ طيب وجهه نظري ممكن تدي لتريزيجيه الماتش ده، لان تريزيجيه كمان مش لعيب صغير، لعيب عنده خبرات كبيره جدا، لعيب دولي من منتخبات الناشئين. مرموش شفناه ما سددش ولا تسديده بين الثلاث خشبات في كاس امم افريقيا، يعني من افضل اللعيبه اللي في ماتشات المنتخب وشفناه في ماتشات التصفيات تمام، لكن في كاس امم افريقيا الوينج ليفت بتاعك ما سددش تسديده بين الثلاث خشبات. التسديده الوحيده اللي كانت ليه اللي ارتطمت بالعرضه في ماتش كوت ديفوار، فده اداء ومستوى لا يليق بالوينج ليفت المنتخب مصر. تريزيجيه ما بينزل بيكون عنده خطوره، بيضيع لكن بيجيب، يعني ممكن يضيع ما فيش اي مشكله، لكن على الاقل في خطوره. كيروش ما اعتقدش ان هو ممكن يعمل كده، لكن انا لو بتكلمي انا اتمنى طبعا ان زيزو يبدا باك رايت، واتمنى ان تريزيجيه هو اللي يبدا. ان شاء الله نشوف بكره. اهم حاجه ان اللعيبه يكونوا في التوب فورم بتاعتهم، يكونوا قدروا ان هم يتعافوا بدنيا، قدروا ان هم يستعدوا للمباراه، لان انت بتتكلم في 48 ساعه انت خدت تمرين واحد. الظروف صعبه جدا، يعني منتخب فعلا لحد كده انا من وجهه نظري هو بطل كاس امم افريقيا. يا رب ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله تكمل بان احنا بكره ناخد البطوله باذن الله، ويكون منتخب مصر يقدر ان هو يفوز باللقب الثامن. يا رب ان شاء الله. طب عايز اروح معاك لكروش وتصريحاته، وفي يعني خطوط كتيره نحو تصريحاته، وتصريحاته مؤخرا يعني بقت مرضيه جدا بصراحه. انا عجباني جدا تصريحاته، خصوصا على رد صامويل ايتو وغيره. شايف ازاي تصريحاته؟ بص، هو الناس كانت بتنتقده قبل كده على تصريحاته، وكان دايما يعني ممكن ينتقدوه على تشكيل، على طريقه لعب، على اختيارات. كمان شفناه بيتم انتقاده على تصريحاته، لكن مؤخرا تصريحاته بقت زي ما انت بتقولي كده بتلقى القبول من الجميع، بتلقى الاعجاب من الجميع. انا كمان على المستوى الشخصي عجبني التصريح اللي طلع قال ان انا اتحملت ان انا اللي دافع عنكم، وما عنديش مشكله في ان هو اللي خد الكارت الاحمر، وقال لك انا ما عنديش مشكله ان انا اللي اتحمل المسؤوليه، يعني او ان انا اللي اتعرض للطرد في مقابل حمايه منتخب مصر. تصريحاته موفقه جدا. ممكن دايما بنشوف ان ممكن يبقى في انتقاد لتصريح معين، لا خانوا التوفيق في كذا او كذا او كذا، لكن ده مدير فني كبير جدا، ومن اول يوم وكنا مع بعض هنا انا قلت لك قبل البطوله ان منتخب مصر المرشح الاول للبطوله، معاه مدير فني كبير جدا جدا جدا. الناس كانت بتنتقد، لكن الحمد لله قدر منتخب مصر وقدر كيروش ان هم يثبتوا ان هم دايما في اي بطوله حتى لو مش في التوب فورم بتاعك ان انت من المنتخبات المرشحه ان لم تكن اول مرشح للفوز باللقب. شايف ازاي تعامله مع شريف وبكره؟ ممكن يخلي شريف يشارك؟ بصي يعني عجبني السؤال، حلو. انا كنت عايز اتسال عن محمد شريف تحديدا، لان برضو ما عجبنيش جدا ان الناس بتنتقد كيروش، ليه عملت كده وليه حرقت محمد شريف وليه. دي وجهه نظر مدير فني، وهو عمل الصح. ان انت عندك 15 دقيقه الشوط الرابع تقدر ان انت ممكن تنزل المهاجم تاني تخطف جون تخلص بيه الماتش، ما تلجاش لضربات الجزاء، لان ضربات الجزاء 50-50. فانت نزل محمد شريف عشان حاجه معينه، خلصوا الشوط الرابع بيخلص وخلاص انا رايح لضربات الجزاء، عندي الخيار بتاعي رقم واحد هو احمد سيد زيزو. محمد شريف ما كانش هيبقى في الخمسه نو واي. فانت خلاص كمدير فني مين اللي اقدر اطلعه من الملعب؟ التسع لعيبه التانيين، يعني سيبك من ابو جبل، التسع لعيبه وسيبك من محمد شريف،
مرشحين ان هم يسددوا، ممكن نوصل لاكتر من 5 ضربات، فمين اللي اقدر اطلعه؟ محمد شريف. انا زعلت ان محمد شريف خدها بحساسيه شويه. اه طبعا يعني موضوع مهين، لكن الموضوع مش فني خالص، ملوش علاقه بفني. الموضوع كان مفسر نفسه ان انا منزل احمد سيد زيزو عشان هيخش يشوط اول ضربه جزاء، بيدي الثقه لزمايله، بيسدد كويس جدا باريحيه، بيدخل يجيب جول. فالموضوع مش فني خالص. عجبني كمان كارلوس كيروش انه بعد الماتش على طول لما نزل من المدرجات جري على محمد شريف، راح له على طول واتكلم معاه، وعجبني ان اللعيبه كلهم اتكلموا معاه ومصطفى محمد وبتاع، وشريف لازم اتقبل ده. هو خلاص الموضوع صفحه واتقفلت، لكن ما اعتقدش ان هو ممكن يكون بكره محمد شريف بدي. انا استبعد ده، اعتقد المنتخب يبدا بتشكيله عادي جدا. محمد شريف ممكن يكون ليه دور بدري شويه، يكون بقى لو هيتم مراداته اعتقد يعني لو ممكن المنتخب ممكن اطمن، يشارك من ناحيه ان هو يتم لكن في مراد. في الدقائق الاخيره لو المنتخب مطمن على النتيجه او لكن لو لا قدر الله الماتش لسه تعادل او في حاجه، اعتقد ان هو لا كيروش هيبقى بتغييراته في المنطق اللي هو بيشتغل بيه. تمام، تعالى دلوقتي يا احمد ناخد مع بعض سؤال الناس على حلقتنا النهارده على السوشيال ميديا ونشوف اجاباتهم كانت ايه، ايه التشكيل الامثل للمنتخب المصري امام السنغال في نهائي امم افريقيا. محمود ناصر، مساء الفل عليك يا مها. مساء الفل عليك يا محمود. والله انا شايف ان التشكيل الامثل لمنتخب مصر هو ابو جبل، فتوح، الونش، محمد عبد المنعم، امام عاشور، نني، حمدي فتحي، احمد سيد، زيزو، مرموش، محمد صلاح، مصطفى محمد، وبالتوفيق لمنتخب مصر فيما هو قادم ان شاء الله. حاتم محمود، مساء الخير. مساء الخير يا حاتم. محمد ابو جبل، احمد فتوح، محمد عبد المنعم، محمود الونش، محمود علاء، محمد النني، عمرو السولية، حمدي فتحي، محمد صلاح، زيزو، مصطفى محمد. سالم الحلواني، مساء الفل عليك يا ماما. مساء الفل عليك يا سالم. التشكيل الانسب طبعا ابو جبل، امام عاشور، الونش، محمد عبد المنعم، فتوح، حمدي فتحي، مهند لاشين، السولية، صلاح، مصطفى محمد، عمر مرموش. وبالتوفيق للمنتخب وان شاء الله نرجع بالتمن. يا رب ان شاء الله نرجع بالتمن يا احمد. اخيرا توقعاتك ايه لبكره؟ باذن الله ان شاء الله، باذن الله مصر بطل افريقيا باذن الله، ونقدر ان احنا ناخد اللقب الثامن. يا رب ان شاء الله كل التوفيق بكره لمنتخبنا الوطني، وان شاء الله ننزل كلنا نحتفل في الشوارع المصريه بكاس الامم الافريقيه. كده نكون وصلنا لنهايه حلقتنا ان شاء الله، اشوف حضراتكم من الاسبوع الجاي على خير. شكرا.